الفحوصات اللي احنا ممكن نعملها عشان نشخص مريض الكلى، اول حاجة هنتكلم عن التحاليل اللي احنا ممكن نعملها. طبعا اهمها ان احنا بنعمل وظائف كلى، بولينا، كرياتينين، يوريك اسيد. لو مريض سكر طبعا هعمله بانل كامل للسكر، سكر صايم وفاطر وتراكمي، ولازم يتعمل طبعا نسبة صوديوم وبوتاسيوم، نسبة الكالسيوم برضو مهمة، نسبة الفوسفور في الدم مهمة. برضو بنبدأ نعمل صورة دم كاملة عشان أوقات كتير الكسور المزمن في الكلى بيؤدي إلى أنيميا. غير كده بنبدأ نعمل بون بروفايل اللي هو بنعمل باراسيرمون هرمون، عشان اختلال برضو الكلى بيأثر على إفراز الباراسيرمون هرمون وبيأثر على الكالسيوم ويبدأ يأثر على العظم ويسبب لي برضو آلام في العظم. فده برضو من التحليل المهم ان احنا نطلبها. طبعا تحليل بول كامل، بنعمل يورين قلبي من كريات ريشيو او اللي هو نسبة زلال في البول، بنحسب حاجة اسمها جي اف ار، ودي ليها حسابات كتير جدا، وعندنا دلوقتي كالكوليترز على الموبايل غير التحليل اللي بيتعمل في المعمل. ممكن وانا قاعدة في العيادة بحسب الجي اف ار او اللي هو معدل الارتشاح بتاع الكلى قد ايه. بعد كده بنبدأ ندخل على الأشعة اللي احنا ممكن نعملها. بنعمل موجات على البطن والحوض، ودي أهم حاجة عندي إن أنا أبص على حجم الكلى، هل حجم الكلى كبير ولا صغير، لأن أكيد كل ما كان حجم الكلى أقل من 12 سنتي يبقى كده معناه إن في كسور مزمن في الكلى. بنبدأ إن احنا نشوف حاجة اسمها كورتيكو ميدالري ديفرنشيشن، أو هو فرق ما بين الألوان بتاعة الكلى، الأنسجة بتاعة الكلى. كل ما هيبقى الكورتيكو ميدالري أو الفرق ما بين الكورتكس والمظلة اللي هو الطبقات بتاعة الكلى كلها بقت لون واحد، ده معناه إن كده في كسور مزمن في الكلى. بعد كده برضو عن طريق الأشعة ممكن إن أنا أعمل أشعة مقطعية، ممكن تبين لي إن في حصوات في الكلى ويبقى هو ده سبب الكسور. وأوقات ممكن نعملها بصبغة أو من غير صبغة حسب طبعا وظائف الكلى وقتها. بعد كده ممكن نلجأ لحاجة advanced أكتر أو حاجة أعلى، إن أنا أخد رينال بايوبسي اللي هو إن أنا باخد عينة من أنسجة الكلى، ودي طبعا بتبقى specific جدا لأن هي بتبدأ تشخص لي، هتجيب لي نسيج الكلى إيه السبب اللي موجود، whatever سواء كان ضغط أو كان سكر مؤثر أو مرض مناعي، ودي هتبين لي تفاصيل أكتر. هنتكلم دلوقتي عن مراحل كسور الكلى المزمن. احنا بنقسم مراحل كسور الكلى الى 5 مراحل. ستيج 1 بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الرقم بتاع الجي اف ار بتاعي. ستيج 1 بتبقى اكتر من 90، ستيج 2 من 60 ل 90، ستيج 3 من 30 ل 60، ستيج 4 من 15 ل 30، وستيج 5 اقل من 15. المراحل دي اتعملت ليه؟ عشان طبعا كل ما احنا وصلنا لمرحله متقدمه ده معناها ان الكسور اكيد اعلى، وكل مرحله بيبقى ليها الانستراكشنز او التعليمات اللي احنا بنديها للمريض بتاعنا. يعني ستيج 1 و2 احنا كده لسه بنسميها ايرلي ستيجز، من ستيج 3 كده معناها ان احنا وصلنا لمرحله جامده في كسور الكلى، ولازم ابدا احضر المريض بتاعي ان احنا لازم افهمه طبعا ازاي ياكل، واحنا هنتكلم على موضوع النيوتريشن او التغذيه في مريض الكلى كمان شويه. غير كده ان احنا ممكن من ستيج 3 بحضره لو هو ممكن يحتاج غسيل، بنعمل عملية الشنط وقتها، او اللي هي عملية الشنط دي هي اللي احنا بنغسل منها بعد كده لو احتاجنا لغسيل.